هذا هو المسمى اللي درنا، جا غزال وجا بنين تبارك الله. شوفوا كيف داير. بغيت نشارك معكم هذا المسمن، واخا الكمالة ديالو ما كايناش دجلات ليا، ولكن غندير لكم في صندوق الوصف الطريقة ديالو. وانا المسمن دايره في القناة بحال هكا، دايره في القناة، دخلوا شوفوه. وكاين الملوي حتى هو كاين في القناة، ما كايلاش ندير لكم لحقاش دجلات ليا الكمالة ديالو. بغيت نشارك معكم غير هاد التفصيل ديال اليوم، يوم الحد درنا مسمنات. كي شوفوا كي جاو الغزالين بحال هكا، هانتوما غزالين تبارك الله، مرقين مرقين غزالين. هاد المسمنات فقط درنا ليهم شويه ديال نسكلو ديال ديك الفورص، وربعه ديال الحرش الفينو، درنا شويه ديال معلقه ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره، شويه ديال الملحه، وعجناهم بالماء سخون، دلكناهم مزيان. هاد العجينه جمعناها ودلكناها مزيان 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 ترتق لينا العجينه في يدينا. فقط خلينا العجينه ترتاحت لينا واحد شويه، ارتاحت لينا العجينه ديال المسمن. ملي ارتاحت لينا العجينه، جبنا شويه ديال الزبده ذوبناها، شويه ديال الزيت، خلطنا الزبده مع الزيت، وبدينا تنورقوا بها هذا المسمن. هذا هو المسمن ديالنا، هكا جا كنلويو بحال هكا مربع، بحال هكا مربع، ما فيهش شي حاجه. المسمن كلشي الناس كيعرفوه بحال هكا مربع. صافي طيبناه في مقله ثقيله بحال هكا، كيجي المسمن كيجي غزال بحال هكا. مره اخرى ان شاء الله نعجنو قدامكم، ان شاء الله مره اخرى نصيفطو لكم، لحقاش كاين هو في القناه، ولكن مره اخرى ان شاء الله غادي نعاودها معكم. حنا بغينا نشارك معكم هذا المسمن في هذا الصباح. وشكرا لكم اخوتي، بارك الله فيكم، ونتمنى انكم تشجعوني وديروا لي لايك على هذا المسمن. وشكرا.